طيب عباس، أنا يعني تقريبا وصلت لنهاية هذه السلسلة معاك في حديثنا في برنامج الصندوق الأسود، لكن في موضوع مهم أبي أتوقف عنده لفت انتباهي، أنت تطرقت له في كتابك، وهي ملاحظاتك على دور البنك المركزي وعلى اللي أنت سميته محاولات متعمدة لطمس دور حمزة عباس في التأسيس. يعني على سبيل المثال، أنت ذكرت في لقائك مع إحدى الصحف المحلية هناك محاولات مكشوفة ومفضوحة لطمس 10 سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل من تاريخي الذي يعرفه كل الكويتيين عن مؤسس بنك الكويت المركزي، والتي امتدت من العام 63 حتى العام 73. أنا راح يعني أستوقف خلال ما تبقى لي من مدة لهذا البرنامج عند بعض الملاحظات اللي عندك ضد البنك المركزي، لكن هل بالفعل كان هناك من يتعمد طمس هذه السنوات من تاريخ حمزة عباس وتاريخ البنك المركزي؟ أكيد كان طمس، كان في هدف. ليش؟ الاحتفالية الكرنفالية التآمرية، الهدف منه. لحظة، أي احتفالية كرنفالية تقصد؟ لتكريم شيخ سالم، يعني تآمرهم اتضح من هناك. احنا نبي نعرف شنو صار بالاحتفالية حتى نوصل حق كلمتك اللي انت قاعد تقول عنها تآمرية. الاحتفالية انا تعرف، انا قلت لك علاقتي كثيرة، يعني اصلا اللي كلفني عشان أسس بنك المركزي شيخ يابر، سمو الأمير الراحل شيخ يابر. هذا صار حوالي 5 سنوات قبل تأسيس البنك و5 سنوات بعد تأسيس البنك. جهد كله كتبته في الكتاب، جهد خصوصا في ال5 سنوات اللي صرت نائب محافظ. في هذه الفترة كانت أصعب فترة بالنسبة لي بالجهد، لأن كان نبي نضع الهيكلية. هذا قلناه كله ترى احنا في الجزء الأول أو بالجزء الثاني، لما تكلمنا عن تأسيس البنك تكلمنا عن التحديات والمصاعب اللي كانت قدامك سويتها. أنا بعرف أنا شنو هالاحتفالية وليش تآمرية. إزين، تآمرية، تآمرية فيها كان نرجع، ما أدري إذا قريت، نرجع لحادثة اللي صارت معاي في لجنة المالية، في لجنة المالية في مجلس الأمة. أي لجنة مالية؟ لجنة مالية في مجلس الأمة. متى؟ ها؟ أي قبل سنة؟ قبل سنتين ولا سنتين ثلاثة يمكن. ودعوا له، أولا كانوا حاضرين في الاجتماع، حاضرين وزراء، وزيرين بالأخص، وزير المالية ووزير التخطيط أو الشؤون الاجتماعية والنواب، وكنت أنا حاضر، ومحمد هاشل كان حاضر محافظ البنك المركزي. فكل واحد تكلم، واولا طبعا وزير الماليه الاخ انس الصالح تكلم وسمع اراء معظم الحاضرين. بعدين انا تكلمت اخيرا، انا ابدا لك هذا، اتكلم اخر واحد، وقلت انا ما قريت الكتاب، ما قريت الوثيقة، بس في نفس الوقت انا ملم، لان قعدت حوالي 17-18 سنة في لجان، ومرت علينا هذه كلها، نحاول ان نصلح اختلالات الهيكلية، وهذا من ضمنه الاصلاح المالي والاصلاح الاقتصادي. واثنى انس، الاخ انس صالح اثنى على كلامي، وهني محمد هاشل طلب أن يتكلم مرة ثانية، طلب الكلام يعني بعد كلامك. هو متكلم قبل الكلام. أنت آخر واحد. أنا آخر واحد، بس هو يوم سمع الكلام هذا، لما سمع كلام أنس قال أنا بتكلم، فأعطى الكلام، فقال شيء يعني غريب جدا. ولا كان في موضوع البحث، ولا كان في، ما ادري وين طلع. قال ان الاخ حمزه عباس
وشيخ سالم عبد العزيز صباح هم اللي أسسوا البنك المركزي. شوف استغربت أنا، وحتى بعض الجماعة اللي طلعنا برا كانوا مستغربين، شنو 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 مناسبته عشان تقول هالكلمة هذه؟ شنو علاقة البنك المركزي في البنك في وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟ لا شو علاقته يعني؟ أنت تتكلم عن الوثيقة وأشياء ثانية، وش حق وش حتى لو تكلم البنك المركزي تكلم عن أعمالنا بس ما تكلم تقول بأن هذا فلان وفلان. وبعدين الفرق الزمني عمار، الفرق الزمني لو ناخذه يعني هذا كان في في 63 أوائل 30، فهو في ذاك الساعة كان على مقاعد الدراسة. هو منه؟ الشيخ سالم. ما كان ويا بعد سنوات عدة راح صار موظف في البنك المركزي. قصدك يعني الشيخ سالم مو من مؤسسين البنك المركزي؟ لا طبعا مو مؤسسين طبعا مو مؤسسين. ليش محمد العاشر قال انه مؤسس؟ انا اقول لك بطلع لك انت الحين موجود سالتني ليش. المهم يبي لان يقال وهذا يعني صحيح الى حد ما، لان ما سمعت منهم ولا احد، بان هو صار محافظ البنك المركزي بترشيح من شو اسمه شيخ سالم، ويبي يقترن اسم البنك المركزي باسم شيخ سالم، وهو ما له علاقه موليه في 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 التأسيس ابدا. فهو كان ذاك الساعه يعني لو تاخذ السنوات وعمره وهذا وتوظيفه في البنك المركزي، بعد سنوات من هالكلام، بعد سنوات من تأسيس البنك جاء البنك المركزي، وفي شنو في دائره جميع اعمالها خارجيه، اعمال خارجيه، استثمارات ما استثمارات، وتحديث سعر الصرف اليومي من السله بس. هذا له واشياء ثانيه يعني بسيطه ادري، بس للحين احنا ما فهمنا وين المشكله. يمكن قال معلومه كذي فيها نوع من المجامله. هذا مو مجاملة. بس هو ذكر اسمك أيضا. إيه بس حاط وياي واحد ما مو لا له علاقة. لو حاط وياي المساعدين ما مساعدين اللي ساعدوني هذا كله واحد، بس هذا ما له علاقة في الموضوع مولية أبدا، ما له علاقة ولا كان سامع. أقول لك في مقعد الدراسة إذا كانت بتأخذ السنوات تقارنهم يعني. طيب أنا أقصد يعني ليش ما نحسن الظن ونقول إن الموضوع كان فيها مجاملة من محمد الهاشل حق سالم عبد العزيز، والموضوع ما يستدعي مثلاً إن حمزة عباس يأخذ هذا الموقف المتشدد؟ يا متشدد هذا تزوير لتاريخ البنك، تزوير. مو أنت قاعد تتكلم عن نادي ولا نتكلم عن شيء. هذا مؤسسة ضخمة تزور تاريخ. أنت قاعد مو تزور تاريخ هذا. بكرة يكتب في وثائق البنك بأن اللي أسس البنك فلان وفلان وفلان، هذا تزوير. فخلص الاجتماع. خلاص أنا ما تكلمت لأن مو بأفتح الموضوع هذا، ما تكلمت. رحنا حق الاحتفالية. الاحتفالية العادة في الاحتفاليات في حتى لو هو مو يعني معروف ولا مش عارف هذا، حتى لو هذا بس له علاقه في 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 الحدث. يعني اذا كان له علاقه مثلي انا، خلي اجيب لك مثال. عندي علاقه مده طويله مع البنك المركزي، فكان المفروض يكون عندي يعني نوع من الـ من الـ من الـ من الاحترام ببقيه يعني بيني وبين الآخرين. يقول ما أقول لا تحترم الآخرين، احترم الآخرين. بس شنو صار؟ استلمت أنا السلام دعوة كأي شخص عادي، كأني ما كنت في البنك المركزي مدة طويلة وأسسته ولا عملته أبدا، وجهدي وهذا كله ما أبدا. إيه بس طرشولك دعوة. ها؟ طرشولك دعوة. وصلني دعوة. طيب. لا بعدين خليني أقول لك، وصل الدعوة وأقارن بالدعوات الثانية عشان أعرف وش أشوف. شوف شلون دعوة البنك المركزي ودعوة الآخرين. فدعوة عادية كأي شخص عادي، شخص عادي أو كأي موظف في البنك أو كأي هذا، استلمت عادي ورحت. رحت وقبله بعشر دقائق، مو هذا كان بعد البحث ما بدأ.
عند الباب سألتني فتاة. أول شيء هذا الاحتفال كان بمناسبة شنو؟ بمناسبة تكريم شيخ سالم، لأن ترك البنك صار محمد حاش ما حد هاشل يبي كرمونه عادل. كانت بس هذه المناسبة. ماكو مناسبة ثانية؟ لا لا ماكو. افتتاح مبنى جديد ولا شيء؟ لا 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 ماكو مبنى جديد بعدين. هذا كان تكريم حقه حق عشان لأنه هو ترك البنك يبي كرمونه. طيب. فجيت عند الباب سألتني واحدة من الموظفات. فقالت لي اسمك اسم الكريم أو اسمك؟ قلت له فلان بالكامل. أعطيتك حمزة عباس حسين كله اللي أنا معروف البنك. فأخذتني في الصف الرابع. في الصف الرابع حطتني في الصف الرابع. وهذا لو مو هذا الصف الرابع سكت. خلني أقول لك سكت قعدت وبدأ الاحتفال. بدأت الاحتفالية بالفيديوهات بالأشعار بالصيحات. جايبين مجموعة من موظفين البنك المركزي حاطينه في محل واحد تصفيق وتصفير. يعني حتى لو في اتحاد للبنوك المركزية في العالم ويشوفون هذا اللي صار في 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 البنك المركزي كان يجمدون عضوية البنك المركزي. لأن شيء ما يصير هذا. لأن البنك المركزي عمره أول بنك المركزي قبل 400 سنة عندهم تقاليد يعني غير طبيعية بالنسبة لهم. هذا طيب فقعدوك بالصف الرابع. فالمهم هذا مع هذا قعدتني على الصف الرابع. أبدا الصف الرابع وأنا قلت خلاص أقعد. وكان هذا بعد فترة ما قدرت أقعد كثير يعني صراخ وتصفيق وهذا. وألقوا كلمات دور المحتفى به وهو شيخ سالم. فأخذ الميكروفون وقام يمشي في جسمه يمشي في 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 القاعة في القاعة في القاعة يمشي في القاعة ويتكلم. عندما وصل في الصف الرابع اللي أنا قاعد التفت صوبي وشافني التفت وطبعاً يمشي والتفت إني شافني ويبي يتأكد بأن قاعد في الصف الرابع ولأن المؤامرة تقريباً نجحت. يعني يعرف ليش هذا نجحت المؤامرة. بعد فترة وكلام ما قدرت أقعد قمت. فهني وانت رحت بالسيارة قمت أشوف يقول سألت نفسي وأنا بسيارة سايق سوق سألت نفسي فتاة سألت عن اسمي. يعني أكو قائمة بأسماء اللي قاعدون في الصف الأول وأنا ماني منهم. هذا أول إساءة. أنا أول منهم. في حالات عادية في بروتوكولات حتى في الكويت ساعات يحطون حتى اسم اللي قاعد صف الأول يحطون اسمه مو شرط يكون معروف أو وزير أو بس له علاقة في المؤسسة اللي هو يحتفلون فيها. لاحظ لأن المؤسسة وأنا صار لي مدة 20 سنة ولا أحد مولية وحطوني هذا. فوين البروتوكول وين هذا كله ضربوا أبدا ماكو شيء. بس هذا يمكن أنت تستنتج أبو عباس. أنا استنتج أي أنا استنتج خلاص لا استثني لا استنتج ولا أنا أقصد أنت هني يعني يمكن الواحد يقول لك أنت دخلت في النوايا بغض النظر حقائق أمامي. لا أنت لما تقول لي إن الشيخ سالم مسك الميكروفون وقاعد يمشي وصل للدور وليش خل أنا ما أقول عن حين ما ألوم ما أقول سووه تآمر. لا أنت قلت سووه تآمر إيه يعني بس كان يعني بمعرفته هل هذا بعرفته حتى لو مو تآمر. إيش دراك إنه معرفته ما يدري. لأن هل واحد يبي يسوي كذي حق
هل معمأة وهل هل ما يدري هو محتفى فيه، هو ما نظم الحفل. شيخ سالم ماسك الميكروفون وطلب منه يقول كلمة، راح مشى يقول كلام، فلما شاف 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 حمزة عباس موجود بس كمل كلامه، ايش بيسوي يعني؟ خلاص قصدي يعني مو الشيخ سالم كان ما له دور. انا بالنسبة لي لانه شكيت ليش التفت، ما قاعد المفروض ما يلتفت، ويلتفت قدامه قاعد يمشي في القاعة يلتفت كذي ويطالعني، ما يسمع يعني. انا بنفسي يحكمون الاخرين، هذا شيء ثاني. انا بالنسبه لي هذا شعوري، ما قلت كل واحد يسمع كلامي هذا، لا هذا شعوري. طيب انا خل ارجعك حق تصريح انت ذكرته في جريده القبس في ابريل 2017. الاصل عند كتاب التاريخ المؤسسه ان يلتزم القائمون عليها جانب الموضوعيه، اي سرد ادوار القائمين عليها وفقا لاهميه الانجاز، وليس وفقا لاهميه اسم او القرب او البعد من هذا الشخص او ذاك، وذلك لم يحدث. واول مؤشراتها الطريقه التي عملت بها عند حضور حفل تكريم محافظه السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بعد استقالته، فلم احظى بما يتطلبه منصبي كاول محافظ للبنك والقائم على تاسيسه من اهتمام، وكنت على هامش الاحتفالية. لم أغضب حينها ولم أثر غضب أحد برد فعل شخصي، ولكنني بت جازما بأن ما يحدث مقصود وبعيد عن الموضوعية، ومبرره الوحيد هو تقديم شخص آخر على أنه صاحب الفضل في بناء تلك المؤسسة. أنت واصل لقناعة أن هناك تعمد عن سابق إصرار وترصد بتهميش دورك كمؤسس للبنك المركزي، وبتزكية شخص آخر ونسب تأسيس البنك المركزي حقه. وأعطيت دلائل. أنت قاعد تقول إن هذا واقع. دلائل. أعطيت واقع دلائل. هذا الحين أقول لك دلائل. دلائل يعني بعد ما يقدر ما ينكرونه يعني. شلون ما قلت أنا كلام بس ما عندي براهين. هذا براهين اللي قلت لك. مو يعني تزوير، بعد كذب وتزوير مرة ثانية عشان يوصلون لهدفهم. طيب أنت هني يعني واضح أنك خذت موقف من محافظ البنك المركزي السيد محمد الهاشل، أخذت موقف يعني صار الموقف الآن شخصي. أنت اعتبرت؟ لا مو شخصي. لا أنت اعتبرت أن نصف تاريخك أنت تعتبره متعمد، وبالتالي صار موقف شخصي الحين. لا أنت لا صار تعرض عليك. لا أنا مو، أنا قلت لك مو أنا، لأن قلت لك تقول لي شخصي، أقول لك تزوير لتاريخ المؤسسة. أنا قلت لك أقول تزوير لأن أي مؤسسة من هالنوع هذا لا يوثقون تاريخه. أي طيب هني أنا خليني أستعرض تصريحك اللي أنت ذكرت فيه. الدكتور محمد الهاشل، كنت أتمنى لو أنه تمسك بالتقاليد المصرفية العريقة بشأن التصريح لوسائل الإعلام، إذ أن تلك التصريحات لو أنها صدرت من محافظ بنك مركزي آخر في دولة تعتمد كثيرا على الاستثمارات الأجنبية لطلب منه تقديم استقالته فورا. هذا طبعا عدم محاسبته على هذا التصريح الخطير، إلا أنه من المستبعد جدا صدور هذا النوع من التصريحات من أي من محافظي الدول الأخرى، لأن التعيين والتجديد لمنصب حساس كمنصب محافظ البنك المركزي في هذه الدول هو بالتأكيد يتم أصلا على أسس ومعايير الكفاءة العلمية والخبرة المهنية وليس الاعتبارات شخصية. أنت قاعد تقول أولا أن تعيينه ما كان بناء على كفاءة؟ لا، والأولايزر وكذا مرة قلت ما عنده مهنية مولية، ويبت مثل أمثال. ما عنده مهنية بس لأنه ما دعوك وخلوك تقعد في السطر الأول؟ لا ما مهنية، لأنه جبت الحدث وقلت له هذا المهنية اللي يصير في محافظ البنك المركزي. يعني قلت له أنت ما عندك مهنية في بتصريحاتك عندما أسست، تقول لي بأن أنا أشياء شخصية، وأنا دائما أقول أتكلم عن المؤسسة وعن المهنية، وأنت تقول لي الحين أقول لك أنا ما عندي مهنية تقول شخصية. أنا أقول لي ليش ماكو مهنية قبل ما تقول ليش ماكو مهنية؟ إيه قول لك كذي، ما تقول شخصية. ليش ماكو مهنية؟ أنا أقول لك مهنية، أقول لك الحدث، لا تقول لي مهنية وبعدين تقول ماكو مهنية وبعدين تقول ترد علي بأنها شخصية. مو شخصية هذه. طيب. قول لي شو ليش تقول له مهنية؟ أنا أقول أجاوبك ليش مهنية؟ إيه هذا أنا أقوله. في هو كان موجود، وطبعا هذا والشيخ سالم قبل ما من ترك كان عندنا 24 شركة مساهمة استثمارية، 24 شركة استثمارية. مرة واحدة أصبح الشركات
مرة واحدة زادوا عليها حوالي 75 شركة بفترة قصيرة. فترة قصيرة أسسوا 75 شركة، نصهم تقليدية ونصهم إسلامية. وهذه عندها رساميل، رساميلها العادة يعني في حدود 50 مليون دينار، ويكتتبون في يصير اكتتاب. ايش صار؟ بدأوا هذا لازم وجد الرقابة أصبحت بالبنك المركزي لشركات الاستثمار رقابة وكانوا بتصاريحهم بعض الساعات يقولون بأن احنا أسسنا هذه الشركات الاستثمار لنحول الكويت إلى مركز مالي. بس شنو أعمالهم عقب ما أسسوها؟ بدأت هالشركات بعض الشركات تستثمر في الفنادق الفاخرة، في المصانع سيارات الفارهة، وهم أبدا ويعلنونه ويحملون الشركة ديون غير رأس المال بأكو شيء اسمه ليفرج في الإنجليزي، ليفرج إذا 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 أربع مرات، يعني الديون صارت أكثر من رأس المال يمكن مرتين ثلاثة أربع مرات سنذون الليفرج، وعملوا ليفرج خمسة أربعة، فحملوا الشركة بعض الشركات هذا، والبنك المركزي في سبات عميق ساكت ما يسوي شيء مولي أبدا أبدا. طبعا صار أزمة، كان في فقاعات داخلية، صار أزمة، صارت أزمة الدهون العقارية في 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 أمريكا سندات سرز، وهذه اللي في 2008 تأثرت تماما، ما له علاقة بس لأن هذا بدأ أسهمه من 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 أسهمه اسمي دينار، ويمكن وصل دينار دنانير وصارت أفلاس، واللي خسروا حملة الأسهم وهم ما يدرون. يوم كتبت هذا المقال وقال شنو كان تصريحه، يقول بأن البنك الدولي قال لنا لازم نعمل أعمال باستمرار شلون يقول لك البنك الدولي ما صار يقول لك بأنك تعمل هالشركات بدون رقابة وهالشركات، هذا أنا أقول لك ما له مهني. اللي يقول هذا ما له مهنية أبدا. الحين تبي تبرر أخطائكم الفاتحة على 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 أساس بأنك اللي قال لكم البنك الدولي بأن كذا كذا، هو قال لكم يعني ما هذا، لازم أنت تقول شنو الأعمال اللي نقدر نعملها نسويها نسوي نشاط الاقتصاد، هذه الشركات الاستثمار شيء لازم الأعمال اللي يعملونها للنشاط الاقتصادي، هذا اللي البنك الدولي يبي. شنو دورها؟ ريادي، دورها مو يأسسوا يشترون فنادق الفخرة وسيارات وأشياء ثانية ويتباهون. طيب وأنت ساكت، هذا 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 أنا قلت هذا اللي يقول هالكلام مو مهني. وفعلا ويعني أجيب لك أمثال كثيرة بأنه ما عنده مهني أبدا، تكاد مهنيته تكون صفرا يعني. طيب برأيك اليوم البنك المركزي يتمتع باستقلالية أم لا يتمتع باستقلالية؟ من تركت البنك البنك المركزي فقط استقلاليته. قلت لك بنوك، أولاً قلت لك بنوك المركزي إذا ما تكون لها استقلالية نسبية بالنسبة لنا نسبية، لأن زي ما ممكن يردون عليك بنفس الكلام يقولون لك حتى أنت في أيامك البنك المركزي ما كان مستقل. مستقل؟ ما كان مستقل. دوري في دور البنك المركزي في أزمة المناخ مستقل؟ مو أنا كنت ما أوافق على اللي يصير في من الحكومة، هذا مستقل؟ كل الأعمال اللي سويتها كان الحكومة مراضية عشان يضغطون على السياسيين في اللجنة المالية وفي هذا بالنسبة لل وثيقة الإصلاح صاروا وياهم ولا عطوا أي رأي.
قالوا وثيقة الإصلاح إذا وثيقة الإصلاح إذا ما 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 توافق إذا ما يصير ما يصير ما يصير موافقة ما يصير موافقة الوكالات التصنيف الائتماني يخفض الدينار الكويتي. شو معنى أكو فضيحة أكثر من هذا؟ ما فهمت يعني شنو؟ يعني ما وثيقة الإصلاح إيش قالوا؟ ما قالوا ما وافقوا الحكومة. طيب. ما قالوا رأيهم، قالوا البنك المركزي ما قال رأيه، ما قال قال موافق على وثيقة الإصلاح والإصلاح المالي حتى القناعة ومع القناعة ما أدري، بس في نفس الوقت عشان كانوا يبون يضغطون على السياسيين وبالذات اللجنة المالية عشان توافق على وثيقة الإصلاح. طيب فهو إيش قال؟ راحوا مع الحكومة قالوا بأن إذا ما وافقتوا إذا ما وافقتوا منه مجلس الأمة، لا إذا ما وافقتوا مجلس الأمة على وثيقة الإصلاح ما قالوا هذا ضمنيا واحد يقول يعني إذا معناه إذا إذا إن ما إذا ما وافقتوا شنو إذا ما وافق خلنا نقول إذا ما وافق على وثيقة الإصلاح المالي فيجي مراك وكالات الائتماني وكالات التصنيف الائتماني يخفض الدينار الكويتي، هذا يقول. هذا كان وجهة نظر البنك المركزي هاشم محافظ الهاشم يقول، وفضيحة هذه. ليش فضيحة؟ لأن ما له علاقة في الموضوع، يسوي قوة الدينار الكويتي وتخفيضه، مو تصريف الائتماني، الاحتياطيات الموجودة اللي عندك الضخمة هي اللي تسند الدينار الكويتي، وهذه ألف باء اقتصاد، لأن عشان تصير قوية العملة لازم يكون احتياطي قوي من العملات الأجنبية، لأن تقدر تحولها إلى عملات أجنبية. طيب بس بصراحة أنت تعتبر أن ظلمت في موضوع دورك في تأسيس البنك المركزي ودور البنك المركزي في أزمة المناخ، شوه دورك، طمس دورك؟ طمس مو دوري ودور البنك المركزي مصاب كل هذا. فايش قالوا؟ حطوا في وثائقهم بحمزة عباس حسين محافظ البنك المركزي من 1973 إلى 1983 10 سنوات، وهم هني عاد أقول لك شون ما هذا، وهنا يبي يقترن اسم هذا اسم سالم بالتأسيس، لأن سالم عنده أكثر سنوات خدمة مني أنا كمحافظ، هو عنده 26 سنة كمحافظ. اي وانا حاطين لي 15 سنه، هذا تقول مؤامره، وانا حاطين لي 15 سنه 10 سنوات 10 سنوات، ومو حاطين لك الخمس سنوات الاولى 50 لانه مو حاطين، هو خدم 26 سنه، هم يعتقدون الانجازات بالسنوات الخدمه، انجاز غير انجاز، انت قاعد يمكن خمس سنوات او هو قاعد 20 سنه ما يسوي شيء، والخمس سنوات هذه تقول هم ما ذكرت اصلا، ما طمس يبي ينزلون من 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 قيمتي او اي شيء من هذا، وفي نفس الوقت يظلمون هذا تاريخ تزوير يصير في تاريخ المؤسسه. لما تقول حطيت عنوان حق كتابك ونصحت لكم، ايه نصحت لكم في موسى، لكم منو؟ لكم الحكومه، الحكومه اسمعوا النصيحه ولا ما اسمعوا؟ كل السياسيين، وانا قلت لهم السياسيين اسمعوا نصيحة الحكومة ولا ما اسمعوا؟ ما انا قابل اسمعوا. سؤالي واضح ابو عباس، ابي جواب واضح. شنو؟ سؤال واضح ابي جواب واضح. شنو كتابك عنوانه ونصحت لكم، ايه اسمعوا النصيحة ولا ما اسمعوا؟ لا ما اسمعوا النصيحة، مو راضين بعد، مو راضين يسمعوا النصيحة، مو راضين عليه، لا سياسيين مو راضين على الكتاب. ليش؟ لأن قلت آخر كلمتي، اقرأك آخر كلمتي. آخر كلمتك أنا أقول لك شنو آخر كلمتك. الكلمة الأخيرة في هذه المذكرات أتوجه بها إلى السياسيين والمشرعين والتنفيذيين الحاليين والذين سبقوهم، إلا من ندر منهم، لقد أوصلتمونا ماليا إلى حافة الهاوية، وأمامنا سنوات قليلة للقيام جديا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة والشفافة، ولأجل الكويت لا تجعلوا أبناءنا وأحفادنا يدفعون ثمن أخطائكم ويسقطون في الهاوية. أقول هالكلام بهذا يأيدوني ولا يسوون في لي شيء، وحتى لو أقول لهم، لأن مشكلة
أما مشكلة مو عارفينها، مو معقول، مو معقول، يعني شيء غريب. لأن المشكلة تدري وين عباس أكثر؟ المشكلة صايرة أكثر عند مجلس الأمة أو عند الشارع، أن الشارع والمجلس ما يثقون في الحكومة أنها هي عندها رؤية سليمة ودقيقة وعلمية وعلى خطى ثابتة راح يعني تنتشلهم إلى بر الأمان. ما عندي ثقة. وأنا مثل أنا لو عندي ثقة كان أقول لك تفضل توكل على الله. بس تجاربي معاك تقول أنت ما عندي ثقة فيك. أنا صار لي 35 سنة تارك البنك، وبعدين صار لي من تخرجت إلى تركت كل شيء، مجالس ولجان 50 سنة. الحين من الحين وهذا في العمر ما أقدر أسكت بهالعمر، وأنا أكتب كتاب بهالعمر. ليش؟ لأن قلق على مستقبل البلد. يعني أعمل شيء، أعمل شيء، قول شيء، سوي، ما تدري شلون أنا قلت بالعمر هذا لازم الحين أنا أكون أستانس وهذا وأكتب وهذا، ويجي محمد هاشل يسوي عليه معامرة وذاك يسوي عليه ورايح أنا. فأنا أنا أنا, أنا كل اللي أقول كله من أول آخر، كله أجيب، ما أتكلم عن نفسي، كله تاريخ تاريخ. طيب. لأن أعرف راح يسجل. طيب. راح يسجل ويشوهه تاريخ. طيب. وأنا أنا هذا خلاص. يعني أنا وصلت وياك إلى الختام عن أبو عباس، كان حوار ممتع اقتصادي، يمكن إحنا ركزنا أكثر على الجانب الاقتصادي، لكن حاولنا شوية أن نطعم حلقاتنا أيضا بالسياسة، حاولنا أن نتوقف عند أبرز المحطات الاقتصادية المهمة، سواء في البنك المركزي، سواء في موضوع أزمة المناخ اللي عصفت بالكويت، أو في موضوع المديونات الصعبة، وحاولنا بشكل أو بآخر أن نساهم في توثيق سيرة أحد رجالات الكويت سيد حمزة عباس، اللي كان له دور مهم في تأسيس البنك المركزي. أبي كلمة أخيرة منك. أنا أشكرك بالرغم أن تعبتني وأنا في العمر. الله يعطيك الصحة. هذا تسجيل، قلت لك تسجيل للناس اللي ما شافوا، اللي ما قروا الكتاب، وبالذات وبالذات لأن هذا التسجيل لا يبقى للجيل القادم، نعرفون كان شلون كان بلدهم. يعني شكرا. انا اشكرك وكنت سعيد معك، ومره ثانيه ان شاء الله نكون احنا ساهمنا في توثيق جانب او محطه من محطات تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي. إيه معك سيدي. كلمه اخيره، لان انا ما انا انا كتبت الفت الكتاب واعطيته للناشر، ها، والناشر هو اللي هو اعطى حق شخص مختصين يقرون الكتاب، عشان لأن هذا اختصاص الناشر، مو ما يقدر، هذا اقتصادي. فعرض عليه عدة شو اسمه، يعني أكثر من عنوان، ومن عنوان الأهم قالوا أن حمزة عباس، مذكرات حمزة عباس مؤسس وأول محافظ البنك المركزي، مو أنا، عشان لا يقولون بأنه هو هذا جاي من ناشر الكتاب، وهذا في لبنان، مو بعد في الكويت، ولا يعرفني ولا يعرف احد ولا هذا، بس اقرا الكتاب قال هذا هو 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 العنوان اللي يصلح له الكتاب، بس عشان لا يقولون بان انا عامل الكتاب. طيب كل الشكر لك. شكرا. الله يعطيك طولة العمر والصحه والعافيه، ويبقى ان شاء الله تبقى هذه الحلقات اضافه الى الكتاب دليل وتوثيق، سيبقى إن شاء الله على دورك وحتى في تأسيس البنك المركزي، وحتى اسمك إن شاء الله يبقى، وإن شاء الله اسم الله يسلمك، وكلنا خير للكويت، والله كل هدفنا الخير للكويت. كل شكر لك عم أبو عباس على أنك تحملتنا خلال هالفترة، ونشكر الإخوان تعبتهم وأنت حياك الله، ونشكرهم على حياك الله عزيز الله يحييك. مشان الكرام، كذي احنا وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة من الصندوق الأسود مع أول محافظ للبنك المركزي في الكويت السيد حمزة عباس. نتمنى نكون وفقنا في تقديم هذه السلسلة، وثقنا من خلال هذه السلسلة بعض المحطات المهمة في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي. الأسبوع القادم سلسلة جديدة وضيف جديد في الصندوق الأسود. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفريق البرنامج، وفي أمان الله.